اصطف موظفو غزة المدنيون الذين عينتهم حكومة حماس السابقة في طوابير طويلة أمام مكاتب البريد لاستلام سلفة تقدر ب 1200 دولار لكل موظف بعد معاناة دامت أشهر بانتظار حلول جذرية. هي سلفة رسمت البسمة على وجوه البعض، والبعض الآخر تسلمها وهو يتمنى أن تصبح دائمة وأن توضع الآليات الرسمية ليحصلوا على رواتبهم بشكل قانوني ومستمر ودمجهم مع باقي موظفي السلطة الفلسطينية. هذه حسن نية أنه يعني يعطونا دفعة 1200 دولار، وإن شاء الله رب العالمين يعني نتمنى منهم أن يعني دفعة ثانية ونندمج في مع السلطة الفلسطينية. 1200 مش حيكفي اللي احنا طبعا اخذناه او سلفناه من اول، واحنا المشكلة مش بدنا سلفة مثلا 1200 او 2000 او 3000، المشكلة انه احنا بدنا راتب منتظم. دفعت هذه الاموال عن طريق قطر وسويسرا ودخلت الى القطاع عبر معبر إيرز بموافقة اسرائيلية، الا انها لم تحول الى البنوك ولا الى وزارة المالية بل لشؤون الاجتماعية ومكاتب البريد، ما يعني انها غير رسمية بعد. 24 ألف موظف مدني سيتقاضون رواتبهم على مدار 3 أيام من أصل 50 ألف موظف من قطاع غزة، أما البقية وهم العسكريون فلا أحد يملك حتى اللحظة إجابات شافية على كيف ومتى ستحل معضلتهم. إبراهيم كريرة شرطي مرور لم يتسلم راتب أو سلفة من حكومة الوفاق الفلسطينية بعد، إذ تعتبر أجهزة الشرطة والدفاع المدني من ضمن العسكريين، وهذا ما لا يتقبله إبراهيم وغيره من أفراد الأجهزة الذين ما زالوا على رأس عملهم ويصرون على مدنية وظيفتهم. وإحنا بنطالب رئيس الوزراء الدكتور الحمد الله يعني يطلعنا، يعني حياة مش ماشية والوضع صعب في البلد بدون رواتب. نقابة موظفي غزة تأمل من حكومة التوافق إيجاد حل للعسكريين وترفض أي مبررات لعدم تخصيص رواتب لهم أو الاعتراف بأحقيتهم. لم نرى أنه في هناك مبرر حقيقي لإعاقة صرف الموظفين العسكريين في قطاع غزة، وخاصة أنه كما قلنا أن كل الموظفين العسكريين في قطاع غزة هم في الأساس موظفين مدنيين. أما المراقبون فيجدون أن الخطوة ما هي إلا إبرة تخدير لبعض الملفات التي تقف وراءها مشاكل أكبر. أمرهم مرتبط بتطور عملية المصالحة وهي متعطلة نسبيا وتتراوح بين الإيجابي والسلبي، لأن الطرفين لم يقدما إجابات متفق عليها واضحة إزاء الأسئلة الرئيسية، موضوع المقاومة، موضوع السلاح. تبقى غزة وسكانها رهناً للاتفاقيات السياسية والمباركة الدولية لتحل مشاكلها الاقتصادية المرتبطة بشكل أساسي بالسياسة. وسام ياسين، الحرة، غزة.